اسمي أمير يوسف زي 12 ديسمبر 1987 في القبة. لم تعرف فيديو وجاي في راسي في السبيطار في الجزائر وين نسكن أنا. صاحب الفكرة هذه يا المدعو عبدو لا أبو دويب عبد النور حنا درناها. أنا وليد خالتي المدعو عبدو نقاري وبطولوبي بالكليو جابونيز دو فولت هي اللي درنا بها كلش. انا هذا الاولاني اللي كريسيناه مول الفيديو كي كريسيناه كي جاو الناس سلات انا درت قالب قلت لهم يبدا كريسالي اختي بالعاد نمشي من سلكوش برا وما نطول ولد عمي ولد خالتي يترفيه وانا بديت نحيلو في صوالحو وانا كنت نرفع التنفس بالحقبه تاع التنفس ضحايا تاعك ولا نخدمو لهم خدمه يحبسوها يسقسيهم يقولوا واش خويا ولا رايح السيد يقولوا يا خو حطني في طريق كيما نقولوا باريزوم هاشيمية افونسيني يقولوا طلع انا هي نطلع من اللور بترنوفيس هو واش يدير هو الباب تاع لافون ما تنفتحش هو خدمها بالعامي على ليفيكتيف يهبط من هنا يتكي السيد يدير رفيه وانا سيد سيدو ضرب ترنوفيس نحيلو حوايجو نحيلو الفيستا شابة نحيالو بيما شابة نحيالو ينحيلو تليفون هو يدير فلافي هو كلش ومن بعد يرميه منا انا تمونت ندير بريمير يرمي السيد ونقلها هادي هي خدمتنا دار امبالينا نقول بهم كاشيات نشربو بهم شراب نشربو بهم الزطلة ونظلم الضحايا الضحايا كاع يسمحوا لي بزاف 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 دويب عبد النور 27 سنة 80 مسكن ولاية البورة كان معايا عبيروش يوسف ديك لاغريسيو كان يتعافل انا كنت في المنزل تاع خالتي اللي هي يماه كي لحقت العميروش يوسف هذا اللي هو وليد خالتي انا لحقت السيد قلت له اش بالتليفون ضربت يده بزاف قلت له اش بالتليفون انا عميروش كنت معاه فيري تاع الترافيك وكان دار هو قريس السيد في طريق الهاشميه اللي نعرفها انا طريق الهاشميه قريس السيد كنت معاه كليو تاعي ضحايا الزوج ضرب منهم سماح